قبل الختام رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور تساءل لماذا لا يحضر محامي الاستاذ ممدوح عباس الجلسات، وقال انه من جديد شدد على ان ممدوح عباس حصل على امواله كامله من قبله وهو منافاه النهارده ظهرا. محامي ممدوح عباس، هتخلص على فين القصه دي؟ هنشوف. مشكله كبيره. تحيات كل فريق العمل في الماتش. قبل الختام الاسبوع المقبل مفيش برنامج الماتش، اجازه، ثم بعد مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله هنكون موجودين معاكم في حلقات جديده من الماتش. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.